أهلا وسهلا أصدقاء الأطفال، وحياكم الله في برنامجكم المميز، برنامج الرسام اللي يعرض على تلفزيون الكويت. أصدقاء الأطفال، برنامج الرسام فيه العديد والكثير من الفقرات المتميزة. من هذه الفقرات فقرة المرسم، اللي بعد شوية راح نستضيف مجموعة من أصدقاء الأطفال ونتعرف على رسوماتهم الجميلة. أيضا كذلك هناك فقرة الرسم الذكي، اللي راح نتعلم شيء جديد من رسوماتنا عشان نقدر نطور من رسوماتنا. في نهاية البرنامج أصدقاء الأطفال كالعادة راح نعرض لكم مجموعة من الرسومات اللي وصلت لنا على إيميل البرنامج. أصدقاء الأطفال، فاصل قصير ونرد لكم مرة ثانية. رجعنا لكم أصدقاء الأطفال مع فقرة المرسم. اليوم معانا مجموعة من أصدقائنا الموجودين معانا بالاستديو، عبير وقمر وأيضا دانا. راح نشوف مجموعة من اللوحات الجميلة اللي معاهم ونتعرف على إبداعاتهم. نبدأ مع عبير. عبير شلونك؟ زينة. عبير، تعرفين باسمك الكامل؟ عبير عبد العزيز دهام. عبير، كم عمرك عبير؟ 9. أي مدرسة عبير؟ أي مدرسة؟ ذات الصواري. ذات الصواري، أي منطقة ذات الصواري؟ ذات الصواري موجودة بالدوحة. بالدوحة، منطقة الدوحة. إنزين عبير، اللوحات اللي عندك هذه وين رسمتهم أكثر شيء؟ رسمتهم بالبيت. زين، بالمدرسة ترسمون شيء ولا؟ لا، بس قبل كنتوا ترسمين شغلات وكذي؟ إيه. مثل شنو أكثر شيء ترسمونه؟ أكثر شيء نرسمه يعني مثل البالي، تلعب بالي. حلو. البيئة، الطبيعة. إيه. إعلام الكويت مثلا. إيه. شاطرة. في أحد يشجعك على الرسم؟ إيه. منو؟ أختي وأخوي وأمي وأبوي. شاطرة. إنزين، شنو أكثر شيء أنت تحبين ترسمينه في البيت وكذي؟ مثلا شيء عن كورونا. حلو. قبل وبعد. وبعد؟ وأرسم شخصيات بنات بالي. حلو، أشياء كذي حلوة. حلو، شنو الألوان اللي تستخدمينها؟ ألوان شينية، شمعية، خشبية؟ ألوان شينية. أكثر شيء ألوان شينية. يلا خلينا نشوف لوحات عبير. يلا يا عبير، تشرحينها لنا؟ إيه. شنو هذه؟ هذا كوكب الأرض قبل وبعد، قبل الكورونا وبعد الكورونا. إيه، شنو كان في كورونا وشنو صار بعد كورونا؟ قبل الكورونا كانوا الناس فرحانين، وبعد الكورونا صاروا الناس زعلانين. زعلانين وإن بعد كان يعني الآن الحمد لله إن شاء الله راح نرد مرة ثانية إلى الفرحانين بعد انتهاء فيروس كورونا، صح ولا لا؟ صح. فنحتاج منك رسمة ثانية إن شاء الله بالمستقبل ترسمين إن الأرض إن شاء الله فرحانة في القضاء على شنو؟ كورونا. هذه شنو الألوان اللي استخدمتيها؟ ألوان الشينية، الأزرق والأخضر والأسود والرمادي والبني. شنو هذا اللي كاتبته فوق؟ 2019 و2020 و2021. شاطرة. هذه شنو هذه يا عبير؟ هذا غروب الشمس والبحر وأشياء وأشجار وطيور. حلو، ليش سويتيها دائرة كذي؟ سويتها شكل جديد. حلو، لوحة حلوة من عبير. وهذا شنو هذا اللي داخل المثلثات هذه؟ هذه طيور. طيور، وهذا أشجار. وهذا شنو؟ شلون ليش سويتي كذي ألوان عليه؟ يعني عشان غروب الشمس يطلع ألوان. أي صح، دائما غروب الشمس تطلع ألوان بشكل جميل. ألوان شنو هذه استخدمتيها؟ البرتقالي والأسود والأزرق والأحمر والبرتقالي والأصفر. شنو ألوان خشبية، شينية، شمعية؟ شينية. شينية. هذه لوحة حلوة وطنية من لوحات عبير. هذه منو هذه عبير؟ هذه أنا. هذه أنت رسمة نفسك؟ أي. حلوه. شنو قصه اللوحه هذه؟ هذه عن يوم الكويت، وانا لابسه فستان الكويت ماسكه علم الكويت. شاطره. وهذا شنو اللي فوق هذا؟
هذا أبراج الكويت، حاطين لوحة مكتوب عليها بلادي الكويت. إنزين، وهذا شنو؟ غيوم. غيوم. ولونت أعلام الكويت بشنو؟ بالألوان. قصدي لونت الأبراج بشنو؟ باللون الأحمر والأخضر. ليش لون أخضر وأحمر؟ عشان الألوان علم الكويت. اللي فوق شنو أعلام الكويت؟ اللون اللي فوق شنو؟ أخضر. شاطرة. واللي تحت؟ أحمر. شاطرة. واللي على الجنب؟ أسود. أسود. وبالنص يكون شنو؟ أبيض. أبيض. شاطرة. لوحة وطنية من عبير. هذا 2020، الناس محبوسين ببيتهم ومكتوب ممنوع طلع من البيت. ممنوع نطلع من البيت. ممنوع نطلع من البيت. وشنو برا البيت شنو صاير؟ فيروس كورونا. فيروس كورونا. هذا سنة 2020. هذا أيام الحظر. إيه. أي هذه رسومات قديمة عندك رسمتهم بعد أيام الحظر. إيه. رسومات جدا جميلة من عبير. شنو الألوان اللي استخدمتيها؟ الأصفر والأزرق والأخضر والوردي والبني والأزرق. ألوان شينية شمعية؟ شينية. شينية. شاطرة. نبدأ بالرسمة. هذول بنتين راحوا المسرح وقاموا يرقصون باليه. حلو. هذه صاعدة، ليش هذه صاعدة عن هذه؟ هذه كانت بعيدة شوي. اي كأنها طايرة فوق بالهواء، فسويتي انها طايرة شوي. شنو الألوان اللي استخدمتيها؟ الأحمر والأسود والبنفسجي والوردي. شاطرة. هذه اللوحة الأخيرة عند من عبير. حطيت ألوان لون الأزرق والوردي. بس استخدمتي الأزرق والوردي أكثر من شغلة، حتى بالحل قاعد أشوف ملونة بعد شنو؟ الوردي والأزرق. حلو. اللوحات الحلوة حق عبير، كل الشكر لك يا عبير. لوحات جميلة من اللوحات الوطنية. نلاحظ هذه لوحة وطنية عندها لوحات، يعني مثلا اللوحة هذه عن فيروس كورونا مثلا، وعنها عندها بعد لوحات عن القعدة في البيت. كل الشكر لك يا عبير. ننتقل لقمر. قمر شلونك؟ زينة. قمر تعرفين باسمك الكامل؟ ايه، قمر عبد العزيز دهام العنزي. انزين قمر، كم عمرك؟ 7. اي صف؟ ثانية. ثانية. انزين قمر، اي مدرسة؟ ذات الصواري. ذات الصواري. قمر اللوحات اللي عندك وين رسمتهم؟ رسمتهم بالبيت. بالبيت. انزين انت تحبين شنو الالوان اللي اكثر شيء تستخدمينها؟ الالوان خشبية نفس هذه ولا الالوان الشينية؟ شينية اكثر شيء. اكثر شيء عشان تكون سهلة عندك وكذي. منو اللي يشجعك انك ترسمين وكذي بالبيت؟ اختي، امي، ابوي. شاطر. يلا خلينا نشوف لوحاتك. هذه شنو هذه يا قمر؟ مكة. وهذيل منو؟ ابوي وامي. ابوي اللي حاجين حجاج وكذي او معتمرين. لوحة لقمر عن مكة. يلا قمر خلينا نشوف هذه كذي ولا كذي؟ كذي. كذي؟ ايه. يلا شنو هذه تشرحينها لنا؟ صورة برد، يعني على شكل برد. والالوان اللي استخدمتها احمر، وردي، بنفسجي، فاتح وغامق بس. شاطرة. وهذا شنو هذا اللي داخل هذا قمر؟ هذا فراولة. فراولة. كم شو اسمه؟ كم برد حاطة انتي باللوحة؟ برد واجد. يلا شاطرة. وهذا كم طبقة عليه؟ طبق عليه 3. 4 ولا 3؟ 1 2 3 4. 4. يلا خلينا نشوف بعد اللوحات اللي عندك.
هذه لوحات قمر، اللوحات الحلوة من القمر. يلا شنو هذه، شنو قصتها يا قمر؟ بيت هذا اللي تحت ايه؟ ورود وغيوم ومطر. ومطر قاعد ينزل شنو؟ المطر شوي شوي. اي صح؟ اي طولت معاك اللوحة هذه؟ لا شوية. يعني كم حوالي؟ دقيقتين ثلاثة؟ دقيقتين. دقيقتين. يلا خلينا نشوف اللوحة هذه. هذه شنو هذه؟ فنجان قهوة. دلة. اي دلة. صح؟ دلة قهوة. هذه دلة حلوة. بعد هذه شنو هذه؟ هذه سمكة. حلو، شنو الألوان اللي داخلها؟ أزرق، بنفسجي، أصفر وأسود بس. وأسود. طولت معاك اللوحة هذه؟ شوية. شوية شاطرة. هذه شنو هذا؟ شنو واحد قاعد يبكي هني؟ قاعد يبكي إنه ممنوع الزحليقة. نعم. إنه يلعب. إنه في كورونا. هاي أيام كورونا فممنوع اللعب وكذي، فكان قاعد يبكي عشان إنه مو قادر يلعب. إنزين وهذا شنو؟ كورونا. هذه كورونا. مبتسمة كورونا ولا معصبة؟ معصبة. معصبة. يلا خلينا نشوف بعد لوحاتك. شنو هذه؟ هذه بنت سوست أسنانها. ليش سوست أسنانها؟ إنها كانت تاكل حلاو. حلاو وما شنو ما قاعدة تنظف أسنانها صح؟ إيه. فصار فيها الشنو؟ التسوس. إيه. حلوة، من اللوحات الحلوة تعبيرية حق قمر. يلا يا قمر. هذه جنطة فيها أكل. هذه جنطتك أنتي؟ إيه. إيه شنو داخلها جنطتك؟ فيها صمونة وماي وجزر وتفاح وفراولة وعنب. حلو، وهذا شنو؟ هذا أصفر. الصمونة. هذا الصمونة وتفاح وكذي الشغلات اللي أنتي تاكلينها عشان تكون أكلات صحية. لوحة تعبيرية. بعد عندك لوحات ثانية؟ لا. عنده يعني لوحات ما شاء الله جميلة جدا من قمر. عجبتني اللوحة هذه، يعني جميلة جدا، الواكة مجموعة من الألوان اللي حاطتها. كل الشكر لك يا قمر. نشوف دانا. دانا شلونك؟ زينة. دانا تعرفيننا باسمك؟ دانا بدر رفاعي. انزين دانا كم عمرك؟ 12. انزين دانا اي مدرسة انت الحين؟ الرباب بنت البراء. دانا اللوحات اللي عندك هذه وين رسمتها اكثر شيء؟ بالبيت ولا برا؟ بالبيت. ايش منو اللي علمك الرسم وكذي؟ انا تعلمت. في احد يشجعك بالبيت كذي؟ أمي. أمك تشجعك. يلا خلينا نشوف لوحاتك دانا. خلينا نشوف أول لوحة. يعني دانا لوحاتها شوية يعني صغيرة لكن ما شاء الله فيها إبداعات حلوة. هذه شنو قصتها دانا؟ رسمة خيالية، رجل فضاء ماسك كواكب. ماسك كواكب، هذا شنو؟ رجل فضاء. وهذه مجموعة من الكواكب. شنو الكوكب هذا؟ الأرض. وهذه الكواكب الثانية. طولت معاك اللوحة هذه؟ شنو الألوان اللي استخدمتيها؟ أزرق وأصفر وبرتقالي ووردي وبنفسجي. ألوان شينية شمعية؟ خشبية. خشبية. يلا خلينا نشوف اللوحات الثانية. شنو هذه يا دانا؟ رسمة خيالية. إنزين. بنت يعني تطلع من رأسها كواكب. مجموعة من الكواكب. هذه بس بقلم رصاص سويتها؟ أي. يلا خلينا نشوف بعد اللوحات الثانية.
هذه أعتقد كذي. علم الكويت، واستخدمت الألوان الخشبية أسود وأخضر وأحمر، وخريطة الكويت. خريطة الكويت حلوة، لوحات حلوة من دانا، رسمة جميلة جدا. ألوان شنو هذه استخدمتيها؟ خشبية. أي. هذه أبراج الكويت بشكل جميل جدا. شنو هذه يا دانا؟ أبراج الكويت. إنزين. بس استخدمت القلم الخشبي. حلو. طولت معاك اللوحة هذه؟ شوية. شوية. يلا خلينا نشوف اللوحات الثانية. هذه خريطة الكويت مع أبراج الكويت. مع أبراج الكويت، رسمة جميلة. طريقة الإخراج أن تكون الأبراج داخل خريطة الكويت. ألوان شنو هذه؟ خشبية. أي خشبية. كذي أو كذي؟ كذي الشكل هذا. شنو قصة هاللوحة هذه؟ كوكب الأرض نص يبكي عشان 2020 والثاني 2021. 2020 كان ما في تصافح، ما في مدارس، كان مترين عن بعض. إنزين، وهذا شنو هذا اللي حاطته هني؟ الأول واحدة اللقاح، والثاني العداد اللي نزلت الأعداد وردت الحياة الطبيعية. أيوة، هني شنو هذا؟ هذا ممنوع التصافح، ما في مدارس، ومترين عن بعض. حلو. وليش يعني حطيتي ان الشكل الكره الارضيه بشكلين، الشكل الزعلان يعني وشكل سعيد بعد يعني انتهاء فيروس كورونا؟ الوان شنو هذه استخدمتيها؟ خشبيه. حلو، انا عجبتني من اللوحات الحلوه هذه. ايضا كذلك رسمة دانا اللي هي رسمة الكويت وخريطة الكويت وداخلها أبراج الكويت، جدا جميلة. أيضا عندها رسومات حلوة، أنا عجبتني أيضا كذلك طريقة رسمها علم الكويت وطريقة أنه يرفرف بشكل جميل جدا، يكون داخل فوق. نلاحظ أن خريطة الكويت على السارية. ايضا اللوحات جميله جدا من قمر. خلينا نشوف وين لوحاتك يا قمر. جدا جميله لوحاتها، يعني احنا قلنا قبل شوي هذه لوحه جميله. ايضا كذلك عندها لوحه حلوه عن لوحه تعبيريه عن وضع فيروس كورونا في السابق، إن ما كانوا يقدرون يلعبون، فسوت هذه اللوحة الجميلة. أيضا لوحات عبير، نلاحظ لها لوحات يعني أيضا تعبيرية عن العالم في قبل وبعد أيام فيروس كورونا. كل الشكر لعبير، وأيضا كل الشكر لقمر ودانا. لوحات جدا جميلة قاعدين نلاحظها، إبداعات فنية ما شاء الله، رسومات تعبيرية عن الواقع اللي احنا فيه. أصدقاء الأطفال، فاصل قصير ونرد لكم مرة ثانية. الألوان المتكاملة هي ناتجة عن مزج اللونين المتقابلين لأحد الألوان في دائرة الألوان الأساسية، أو هي الألوان الثانوية المتقابلة مع اللون الأساسي. فمثلاً اللون الأصفر يقابله ويكمل اللون البنفسجي، وهو ناتج عن خلط اللونين الأساسيين الآخرين على دائرة الألوان الأزرق والأحمر. أما اللون الأزرق فيقابله ويكمل اللون البرتقالي، وهو ناتج عن خلط اللونين الأساسيين الآخرين على دائرة الألوان الأحمر والأصفر.
واللون الأحمر إيقاب له ويكمل اللون الأخضر، وهو ناتج عن خلط اللونين الأساسيين الآخرين على دائرة الألوان الأصفر والأزرق. أصدقائنا الأطفال، عند اختيار الألوان المتكاملة فإنكم تختارون اللون اللي ترغبون فيه ثم اللون اللي يقع أمامه على دائرة الألوان. رجعنا لكم أصدقاء الأطفال مع فقرة الرسم الذكي. اليوم معانا راح نرسم اليوم رسمة شعر البنات، لكن بشكل مختلف شوي، مو شكل يعني بشكل كرتوني، نقول إنه بالطريقة مو الطريقة المعتادة الكلاسيك اللي دائما نشوفها، لازم لا، لكن هالمرة نشوف بالطريقة الكرتونية. فتشوفون معاي على الشاشة إذا كان الشخصية من قدام، مثلا نحط هالشكل في البداية، تحط مثلثات وبعدها تكمل. دائما نسوي الشعر اللي بالوجه في البداية، بعدها نبدأ نكمل الرسم الثاني. نحط خطين كأنه طايرة شوية شعرتين، ونبدأ بحط اللون الأسود. نبدأ بالرسمة الثانية، نقول شوية لهم، يقولون يعني كبة أو شيء يسمون البنات ما أدري شنو، لكن نلاحظ إذا كان مثلا نعطي على الجنب شوي، تلاحظون هذا إذا كانت على الجنب. إذا كان مثل شعر نقول عبير شوية قدام كأنه مربع رقم 4 مقلوب، بعدها ننزل احنا الآن قاعدين نرسم شكل سريع عشان نعرف شلون طريقة رسم الشعر. إذا كان مثلا رسم شعر قمر، بهالطريقة نحطه باللون البني. هناك أشكال يعني كثيرة في رسم الشعر على حسب الشخصية اللي حاب ترسمونها. إذا كان مثلا خلنا نقول شوية فيها اتجاه، يعني شوية نقول الشعر الأسود فيه شوية تجاعيد، ودائما يعني تكون الملامح مطابقة ل طريقة رسم الشعر. الآن عندنا 1 2 3 4 5 شخصيات، نحط مثلا شكل آخر. فنبدأ باللون الأسود بهذه الأشكال الجميلة. سوينا مجموعة من الشخصيات الكرتونية بشعر مختلف، كل واحدة تختلف عن الثانية. طبقوا هذا التمرين أصدقاء الأطفال ودزوا لنا على إيميل البرنامج. أصدقاء الأطفال، فاصل قصير ونرد لكم مرة ثانية.
رجعنا لكم أصدقاء الأطفال مع فقرة بريد مرسمنا. دائما ننوه أصدقاء الأطفال دزولنا رسوماتكم على إيميل البرنامج الموجود الحين على الشاشة، أيضا لازم تكون الرسومات واضحة وتكون الاسم موجود على الرسومات عشان نقدر نعرض لكم رسوماتكم. اليوم وصلت لنا مجموعة من اللوحات على بالاستديو، أيضا بعض الرسومات وصلت لنا على الإيميل. من الرسومات الحلوة رجل الثلج، وصلت من أطياب الصيرفي 9 سنوات، لاحظ من هي من مدرسة عمرة بنت مسعود، وهي لوحة مرسومة على الكانفاس جدا جميلة، صغيرة اللوحة لكن فيها إبداعات جميلة، يبين مرسومة بالألوان الكريليك يعني وماخذة منها شوية ألوان اللي هي بس البني والأخضر والأبيض والأزرق، لكن طلعت هذا الإبداع الجميل اللحظة باللوحة صغيرة. كل الشكر لأطياب الصيرفي 9 سنوات، جميلة جدا اللوحة هذه. أيضا أطياب، لا نقول أختها أبيار جواد الصيرفي 12 سنة، لها لوحة ثانية من مدرسة سالمية متوسطة بنات. أبيار يعني جميلة جدا طريقة التلوين من ألوان أكريليك، لاحظ استخدمت فيها مجموعة من الألوان البسيطة من أبيض أزرق أخضر، لكن لوحة على كانفاس. كل الشكر لأطياب وأيضا أختها أبيار على اللوحات الجميلة اللي وصلت لنا على البرنامج. لوحة وصلت لنا أيضا على البرنامج، أعتقد طير مرسوم بألوان القواش أو الكريليك، لوحة حلوة فيها مجموعة من الألوان المستخدمة يعني خطوط نقوش، جدا جميلة اللوحة هذه. بين الشمس أو نقول الشمس صوب ثاني، أعتقد أنه طير لكن بشكل جميل جدا اللوحة هذه. الأمانة ما عليها اسم، فدائما ننوه أصدقاء الأطفال دزولنا الرسومات اللي توصلنا يكون عليها اسمكم عشان نقدر نعرض لكم اللوحات. لوحة فاطمة محمد، لوحة جميلة لفاطمة، بيت شخصيات كرتونية راسمة فاطمة محمد. لوحة لفدك عبد الله، لوحة رسمة طير لكن بشكل جميل جدا، لاحظ الزخارف الموجودة فيها، النقوش، الدوائر، التناسق اللوني الموجود باللوحة، جميلة جدا من فدك عبد الله. لاحظ حتى الطير مجموعة من النقوش اللي حوالين الرسمة، رسمة إبداعية من لوحات فدك، وهي صديقة البرنامج دائما تدز لنا اللوحات بهذا الشكل الجميل.
كل الشكر لأصدقائنا على الرسومات الجميلة، كل الشكر لأصدقائنا الموجودين معانا بالاستديو، كل الشكر لكم أصدقائنا الأطفال. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، مع السلامة.